فتاة أصيلة بعمر قدر سمعت بها عن قلوب البشر وراحت عيوني لمرآها تعلو أسبح مبدعها في مصور فها قطعة من رخام تعشق رائحة يا ثمين فأزهر جوري وريحان مسك وعنبر فاح بصرح تلون أخضر علاه هلال وزان حلاه أذان باسم الخلاق كب زاد دقات الأجراس بعيدا نداء صلاة بها الروح تطهر فتعبق بالبخور مطارح يحنو بها كل قلب تعجب شآم أنت فتاتي وأمي حضنت صباي فهل فيك أكبر فما أفعل كي أنال رضاك وفيك بذرت الصبايا وأبشر فهل من يزغرد شرح تخمر فما أفعل كي أنال رضاك وفيك بذرت صبايا وأبشر شآم